وهذاك الشيء ديال الافلام ديال الزومبي قلت لكم التريلا ما بغاش تحرك ليه هذا اللود هذا فالصو ما عرفناش غنتخلصوا في هذا الشيء هذا التعب اللي درنا في هذا الشيء ولا لا اي دون نو ما يمسي ما انا كي قلت لكم بنت السيمانه بدات ماشي حتى لهيه عرفناش كيف بتسال المهم امر لله فيما شاء فعل الله تعالى ما كيدير لي فيها الخير اي حاجه وقعات اتس فور ا ريزون اخر الاخبار الدراري هو هذا اللود هذا ماشي تهز ما خدامش هادشي التريلا ما عمرها تحركات ما عرفتش علاش اوردر الطراك باش يجي هزا ما عرفتش المهم في هاد الحاله هادي عرفتكم غادي تسولوا تقولوا كيفاش دابا نتوما هاد العذاب اللي درنا كامل واش غنتخلصوا عليه ولا لا غادي نتخلصوا كتسمى تونو تي او ان يو اللي هي تراك اوردر نوت يوز يعني جبتي التراك لشي بلاصه باش تهز واحد اللود وقع شي مشكل ما زيديش هذاك اللود كيخلصوك على المازوت ديالك وداك الشيء المهم غادي نشوفوا شحال غادي تجينا وغادي نقلبوا على شي لود اخر اللي غادي يمشي لنا جوليت باش نمشي ندير الاويل تشينج للتراك هاد السيمانه باينه فيها ماشي حتى الله دانسو بحال كي وحلب عرفتي هاد البنادة الناس ديال امريكان وارمارت اللي فيه الخطا صفر هذا هو البلية ديال الموين اجي اجي قرب المعلم قرب المعلم تشوف سايكوك سايكوك في امريكا هاكا المعلم لا ملاح صافي بسم الله واو بسم الله هاد السايكوك تنسي كاع هاد المشاكل اللي وقعوا اليوم خرجت من هاديك البلاصة تخيل جا معايا جا عندي واحد صاحبنا باينة فيه مقطع قال لي قال لي نوريك كيفاش تحرك هذاك التريلا قلت له راه ما كتحركش ما خدامش ويقول لي انا راه كنعرف كيفاش غير الا كان ممكن قال لي نزل نوريك كيفاش قال لي انا راه شايفو راني قلت له اسمح لي لا قلت له القضيه حامضه قلت له لا صافي راه الديسباتشر ديالي راه كانسل اللود راه صافي يلا درتها كان من ديال مارش بغيت نجيب لي الدور من الجهه اخرى ويجيب معايا شي وراق ويقول لي تسنى قلت له راه الديسباتشر ديالي صافي راه كانسل عرفتي تيبان لي صاحبنا داكشي مزاقيش وانا ندير مارش وانا نخليه تيدير ليا من النور تيقول لي بحال كيشري ليا مورا التراك بلي كاينه شي حاجه مورا التراك انا درت ديك هكا جبدت عليه حتى وصلت لهاد البلاصه شتي وقفت هنايا عاد نزلت قلت ليك باش يوريني شي كابلات ولا كيوريني شي حاجه نسيتها فوق التراك من اللور ولا شي حاجه بحال هكا ملي نزلت لقيت كلشي راه المهم الله تعالى نجاني من شي حاجه وصافي